تشيد وزارة خارجية مملكة البحرين بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، معربة عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الإرهاب والتطرف وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل. وتؤكد وزارة الخارجية على أن مملكة البحرين ستواصل جهودها بالتعاون مع الأشقاء والحلفاء في مكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ودعمها للمساعي الدولية الحثيثة من أجل القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية والتصدي لكل من يدعمها ويمولها.